طب واحد يقول لك طب ما هو ربما يقول لي كلمة ويقول لي يا عم انت هتعمل لي فيها شيخ، او ربما يقول لي روح صلي انت وانا هنصلي فيما بعد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال بعد: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وايه واصبر على ما اصابك. لان الناس بطبيعتهم لا يحبون الايه يعني، او كثير من الناس لا يحبون الموعظة ولا يحبون الامر بالمعروف ولا يحبون النهي يعني عن المنكر، وانما يحبون من ايه من يخوض معهم، وكنا نخوض مع الايه مع الخائضين، فيحبون من يخوض معهم ويجلس معهم ويتحدث معهم، لا يحثهم لا على صلاة ولا على صيام ولا على مجد ولا على طاعة ولا على عبادة ولا على عبادة. فلذلك يعني أردف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيه بالصبر، ده اسمه الصبر على الإيه على الطاعة، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني لأنك أنت لما تصبر على ما أصابك لأنك أنت بتبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور القوية التي لا يتحملها كثير من اللي من الناس، وإنما يعني شوف العمل العام عامة، يعني طالما أنك أنت ستعمل مع الناس وتحتك بالناس وتخالط الناس لابد من الصبر. ولذلك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولذلك الرسول يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على إيه ولا يصبر على ذلك.